ثم يأتي في مواضع بغير الواو فيرتف مكانه ويدل على البلاغة، الجملة قد دخلها ليس. هذا نمط آخر أيضا من البناء. يبقى نمط المضارع المسبوق بقد ظاهرة أو مقدرة، الاستعمال فيه كثير هنا وهنا، وقلنا إن مثل هذا النمط من البناء للجملة في الجملة العربية من النمط الذي يصعب أن تقيد له العلة البلاغية، لأن الاستعمال على حد سواء. هذا نمط آخر وهو أن تكون أداة النفي ليس، أتاني وليس علي ثوب، ورأيته وليس معه غيره، فهذا هو المعروف المستعمل. ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى. هذه العبارات التي تعبر عن إعجاب الشيخ عبد القادر بشاهد من الشواهد دون أن تكون وراءها علة، معناه أن الشيخ أعياه أن يعبر عما يشعر، وأنه ترك هذا للأجيال. ربما يأتي في الأجيال من يستطيع أن يصف ما لا يصفه الشيخ عبد القادر، فهو شيء عنده مما لا تحيط، مما تستشعره النفس ولا يحيط به الوصف. فكان من الحسن على ما ترى، إذا معول عليه. لنا فتن وحبذا الأفتاء تعرفه الأرسان والدلاء. الأرسان مفرده رسم، والرسم هو ذلك الحبل الذي يحمله الدلاء، والدلاء جمع دلو. لنا فتن وحبذا الأفتاء تعرفه الأرسان والدلاء، إذا جرى في كفه الرشاء خل القليب ليس فيه ماء. القليب هو البئر، والرشاء يطلق على الحبل، يطلق على الدم الممتلئ ماء، فهذا يحتاج إلى قوة رسم ليحمل ذلك الدلو الذي ملئ بالماء. فالشيخ علق على هذا البيت بقول فكان من الحسن على ما ترى، إذا جرى في كفه الرشاء خلا قليب، أي ترك البئر ليس فيه ماء. ماذا لو أتينا بالواو هنا وقلنا خلا قليب وليس فيه ماء؟ لو أتى بالواو هنا لأوهم ظاهر الكلام أن المعنى الذي يأتي معنا يختلف عن المعنى السابق، والضمير في فيه يعود على ماذا؟ على القليب، فهو أراد أن يجعله معنى أصليا لا معنى مستقلا. ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بغير واو ويحسن ذلك، ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليه، أي دخل على ماذا؟ على الجملة، دخل على الجملة. مثاله قول الفرزدق فقلت عسى أن تبصريني كأنما بلي حوالي الأسود الحوالك. الحوالي جمع حال، وغدوا على حرد قادرين. حرد أي حصاد تام للثمر بالليل دون أن يتركوا أثرا لأي ثمرة. فتجد ذلك كأنما بني حوالي الأسود الحوالي. هنا قوله كأنما بني إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة، أي ليس هناك إعراب آخر، ولكن إعراب أن هذه الجملة كأنما إلى آخره جملة حالية. ولو أنك تركت كأن فقلت عسى أن تبصريني بني حوالي كالأسود رأيته لا يحسن حسنه. الآن ورأيت الكلام يقتضي الواو كقولك عسى أن تبصريني وبني حوالي كالأسود الحوالي. وأراد أن يقول السبب هاهنا في حسن عدم المجيء بالواو وجود
فلو حذفت كأنما يحسن أن تأتي بالواو، لو وجدت كأنما هنا لا يحسن أن تأتي بالواو. فيقول لك إن أحيانا يكون سبب حسن المجيء بالواو وعدم الحسن وجود حرف النجم. كلمة حرف هنا لا يراد منه الحرف الهجائي، ولكن يراد منه الكلمة أيا كان نوع هذه. وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بعقل مفرد فلطف مكانها، ولو أنك أردت أن تجعلها حالا من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يحصل. مثال ذلك قول الرومي: والله يبقيك لنا سالما برداك تأجيل وتعظيم. عندنا هنا حالات، حال مفرد وحال جملة. الحال المفرد قوله سالما، الحال الجملة وجملة اسمية ليس فيها الواو برداك تبجيل وتعظيم، فقوله برداك تبجيل في موضع حال ثانية. ولو أنك أسقطت سالما من البيت فقلت والله يبقيك برداك تبجيل لم يكن شيئا. ما معنى لم يكن شيئا؟ يعني لم يكن شيئا في علو المعنى إذا ما قيس بالبناء الموجود. وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالا قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر، أي في هذه الكثرة الأنماط والصور، فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه. فمحال أن يكون ها هنا جملة لا تصلح إلا مع الواو، وأخرى لا تصلح فيها الواو، وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن تدعها فلا تجيء بها، ثم لا يكون لذلك سبب وعلة. وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض، ذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك، والجهة التي منها تعرف غير معروف. وأنا أكتب لك أصلا في الخبر، إذا عرفته فتح لك وجه العلة في ذلك. في الحقيقة والله الشيخ يقول لك فكر معي، فأنا أحتاج إلى من يفكر معي ويقول هذا. فيقول لك ليس معقولا أن توجد هذه الأنماط المختلفة، هنا يجب أن توجد الواو، هنا لا يجب أن توجد الواو، هنا يغلب أن توجد الواو، هنا يكثر أن توجد الواو، هنا يشيع أن لا توجد الواو، هنا لا يشيع أن توجد الواو. فلا يعقل أن لا يكون وراء ذلك علل وأسباب، لا بد أن تكون وراء ذلك علل وأسباب بلاغية تجعل المبدع يصطفي من هذه الأنماط ما يلائم مراده وما يصح معبرا إلى الناس عما يريد. وهذا ما يسمونه التداولية، ولكن هنا هي على أعلى مستوى. لماذا؟ لأن عبد القاهر هنا معني تماما بما يوجد في النص مما يتصل بالمتكلم وما يتصل بالمخاطب، لأن المعنى يتداول بين المخاطب وبين المتكلم بالكلام. فهذا أمر يهمه جدا، وهذا أمر يهم الدرس البلاغي جدا الذي قالوا عنه في الغرب والتقطه بعض العرب فسموه التداولية أو اللسانيات أو علم اللسانيات التداولية وما إلى ذلك. فلذلك هو يقول لك وأنا أكتب لك أصلا في الخبر إذا عرفته فتح لك وجه العلة في ذلك. يعني معناه نمط أو أنماط جملة الحال أنماط كثيرة وكثيرة الوقوف في الكلام العربي، وأنا لا أستطيع أن أخذك مرة واحدة وأقول لك يفتح القول في هذا الباب بكذا، ولكن أنا سأنقلك إلى شيء آخر. فإذا فهمت الشيء الآخر الذي يسهل فهمه استطعت بعد ذلك أن تفهم هذا الكلام. فأقول لك نحن عندنا الخبر، ومصطلح الخبر يا هنا ليس مصطلح الخبر النحوي، ولكن مصطلح الخبر بمعناه اللغوي، أي الذي يتم به الإخبار.
الخبر هنا في قوله ليس الخبر الايه؟ فلننتبه لهذا جيدا، ولكنه يقصد المعنى اللغوي اي ما يتم به الكلام الاخبار. فيقول لك ان الذي لو ذهبت الى هذا الكلام الذي يتم به الكلام نوعان لا ثالث لهما. النوع الاول الخبر المتمم الفائده، كان تقول زيد منطلق، فبكلمه منطلق تم الكلام، وكلمه منطلق هنا هي جزء اصلي من الجمله. ولكن اذا قلت زيد منطلق راكبا، فاذا راكبا ليست جزءا اصليا في الجمله لكنها تممت المعنى. فيقول لك هل يوجد فرق بين الامرين ام لا؟ يعني يوجد فرق بين ما يكون اصلا في الفائده وما يكون زياده وتماما في الفائده ام لا؟ اتفقنا على هذا في اللسان العربي في مساله الخبر انه اما ان يكون جزءا اصليا في الجمله يتم به الفائده، واما ان يكون جزءا غير اصلي ولكنه جاء زياده في الفائده. اذا وعيت هذه القاعده في الخبر يبقى معناه انك ستستطيع ان تفهم ما في هذا الباب، وان تفهم الفرق بين ان تاتي الواو وان لا تاتي الواو. فان المتكلم اذا اراد ان يجعل مراده اصلا في المعنى بناه من غير واو، واذا اراد ان يجعله معنى فيه زياده في الفائده اتى بالواو. فهو يقيس لك هذا على هذا. فنقرا الكلام حتى يعني هذا المدخل الذي لان الشيخ عبد القادر قال وانا اكتب لك اصلا، ولو ان باحثا نابها اراد ان يكتب بحثا جيدا اصول فهم الاساليب والفروق بينها عند الامام عبد القادر، وان يجمع مثل هذا اصل في فهم اصول فهم الاساليب في دلاله الاعجاز عند الشيخ عبد القادر. وانا اكتب لك اصلا، فستجد انه يعرض مثل هذا، والذين يعنون بوضع الاصول يكونون ائمه في ميدانهم. فهذا عمل الائمه انه يضع ايه؟ انه يضع الاصول، مش ليس كما في المغرب العربي عندكم الدراسه الاستراتيجيه اللي هو علم اصول النحو. وانا اكتب لك اصلا في الخبر اذا عرفته فتح لك وجه العله في ذلك. اعلم ان الخبر ينقسم الى خبر هو جزء من الجمله لا تتم الفائده دونه، وخبر ليس بجزء من الجمله ولكنه زياده في خبر اخر سابق له. فالاول خبر مبتدا كمنطلق زيد كمنطلق في قولك زيد منطلق، والفعل كقولك خرج زيد. ادركتم الان ان مراده بالخبر ليس المصطلح النحوي، ولكن مراده بالخبر المصطلح اللغوي اي الاخبار الذي يتم به الكلام. فلذلك قالت خرج زيد، وزيد هنا خبر بمعنى ماذا؟ انه تم به الفائده، وكل واحد من هذين جزء من الجمله وهو الاصل في الفائده، والثاني هو الحال كقولك جاءني زيد راكبا، وذاك لان الحال خبر في الحقيقه اي يتم المعنى من حيث انك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر المبتدا اي في الشبه، وبالفعل الفاعل الا تراك قد اثبتت الركوب في قولك جاءني زيد راكبا لزيد، الا ان الفرق انك جئت به لتزيد معنى في اخبارك عنه بالمجيء، وهو ان تجعله بهذه الهيئه في مجيئه، ولم تجرد اثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء. يعني مثلا هناك فرق بين ان تقول جاءني زيد
وبين أن تقول زيد رهط. ليس المعنيان واحدة. فإن المتكلم للكلام وصانع الكلام له مقاصد، وهو يبرز مقاصده في بنية جملته. فلو أنه أراد أن يكون الركوب هو الخبر الأصلي والجزء الأساسي في الجملة لقال زيد راكب، ولكنه لا يريد أن يكون جزءا في الجملة وفي الوقت نفسه يريد فائدة يضيفها إلى الخبر. فأراد أمرين، أراد أن يثبت أنه جاء ولكنه جاء على هيئة محددة، جاءني زيد راكب. فهذا فرق عظيم بين البنيتين، بين أن يقول زيد راكب فهذا أمر لا يشغله ولكنه يصف ويخبر، ولكن حين نقول جاءني زيد راكبا أراد إثبات المجيء على هيئة محددة. إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الآية في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء، بل ابتدأت فأثبتت المجيء ثم وصلت به الركوب، فالتبس به الإثبات على سبيل تبع. أنت الآن زيد راكبا، يبقى الركوب جاء هنا معنى تابعا وليس معنى أصليا. كل هذا يمهد يقول لك حينما يأتي بدون الواو فالمعنى تابع، وحينما يأتي بالواو فالمعنى أصلي مستقل. يريد أن يصل بك في جملة الحال إلى هذا المعنى، وبشرط أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق وخرج عمرو، فإنك أثبتت المعنى إثباتا جردته له وجعلته مباشره من غير واسطة ومن غير أن يتسبب لغيره إليه. وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف بها خبرا وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في إثبات. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله